يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة البلاد والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم. جلالة الملك المفدى أيده الله ورئيس تركمانستان تعزيز التعاون سياسيا واقتصاديا. تعاون بين المبارة الخليفية والجامعة البريطانية لتوفير المنح الدراسية. ومع عناوين صحيفة الأيام والتي نشرت على صدر صفحاتها، مدير إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لصحيفة الأيام، ارتفاع الجرائم الإلكترونية وقرصنة انتزاع الفدية. الوطنية للحقوق نزلاء جو أكدوا عدم التعرض لأي انتهاك. وإلى عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت إشادة بريطانية بتجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال العقوبات البديلة الأعلى للمرأة، تمكين 145 حالة من تنفيذ أحكام الرؤية عن بعد. أما صحيفة الوطن والتي استهلت، خبراء بندوة صحيفة الوطن، تحويل الأندية لشركات يصنع رياضة بحرينية جديدة، تحديث شروط إنشاء دور رعاية ذوي العزيمة. إلى أبرز ما جاء في الصحف المحلية حول الجهود الحثيثة لمكافحة فيروس كوفيد-19، حيث حذر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني العميد بسام المعراج في مقابلة مع صحيفة الأيام، حذر من التسوق عبر الإنترنت من مواقع غير موثوق بها في ظل تزايد الإقبال على التسوق عن بعد في ظل جائحة كوفيد-19، وذلك بسبب مخاطر التعرض للاحتيال وسرقة المبالغ من البطاقات الائتمانية. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن السفارة الأمريكية في مملكة البحرين دعت الجمهور للمشاركة في ندوة تثقيفية عبر الإنترنت حول فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك في يوم غد الاثنين عبر الفيسبوك التابع للسفارة الأمريكية. نشرت صحيفة الأيام أنه في دراسة هي الأولى من نوعها قدمت الطبيبة البحرينية رولا حسين المتخصصة بالأشعة الهيكلية العظمية دراسة علمية في الولايات المتحدة الأمريكية تثبت إمكانية تعرض المصاب بكوفيد-19 بتكلسات العظام. العودة للحياة بعد التطعيم عنوان مقال للكاتبة سوسن الشعر في صحيفة الوطن، فإلى سطور هذا المقال. إن صحت التوقعات فبإذن الله نستطيع أن نعود إلى حياتنا الطبيعية بعد جرعة التلقيح. في كل الأحوال لابد من عودة الحياة إلى طبيعتها عاجلا أم آجلا. السؤال هو هل سنعود إلى ما كنا عليه قبل فبراير؟ أي قبل الكورونا بأسلوب عملنا ودراستنا، أم ستحدث التجربة أثراً وتغير ذلك النمط؟ قبل التجربة كانت هناك افتراضات وتوقعات أنه يمكن إنجاز العديد من الأعمال عن طريق الأونلاين، ولم تخضع التجربة للتقييم بشكل كاف حينها، إنما بعد مرور 4 أشهر جلس فيها الموظفون في المنازل ولم يتأثر الأداء الحكومي. أعتقد أن لدى الحكومة الآن نتائج عملية يمكن الاستناد إليها، بأن العديد من الوظائف الحكومية وعلى جميع المستويات يمكن إنجازها من المنزل ما دمنا نملك البنية التحتية الإلكترونية التي استثمرنا فيها مبكرا، وما دامت تلك التقنية متوفرة للجميع. بيّن الصحيفة الأيام أن طبيب أسنان بحريني طور جهازاً يعمل على إزالة الرذاذ من غرفة المعالجة في زمن قياسي لا يتعدى 6 دقائق، وذلك باستخدام معدات وتقنيات متوفرة محلياً.
كما ونشرت صحيفة الوطن أن أسعار الأضاحي سجلت ارتفاعاً في أسعار المواشي، حيث أكد تجار مواشي أن ارتفاع الأسعار يعود إلى أزمة فيروس كورونا. كتبت الكاتبة سمر الأبيوكي مقالاً في صحيفة البلاد بعنوان عيد سعيد بالتزام الجميع، فإلى المقال. زواج بلا حفلة، مولود بلا استقبال، سياحة داخلية، حياة مستمرة دوماً دون توقف رغم قيود كورونا، هذا هو عنوان المرحلة القادمة التي بتنا قاب قوسين أو أدنى من التعايش الحقيقي معها من خلال فترات التجربة الماضية مع اقتراب موسم المدارس مع بداية سبتمبر القادم. لا ننكر أن هناك إصابات، لا ننكر كذلك وجود وفيات، لكن البحرين كانت من أكثر الدول شفافية ونزاهة في التعامل مع ملف الجائحة، حيث سخرت الجهود قاطبة، لم تألو جهدا في علاج مواطن أو مقيم حاملة على عاتقها كلفة العلاج والاهتمام. كل ما طلبنا به هو مزيد من الالتزام والاهتمام بقوانين التباعد الاجتماعي وشروط الوقاية، ولا أعتقد أننا نود أبدا إعادة سيناريو العيد الماضي الذي أدى إلى ارتفاع واضح في عدد الإصابات. ما زال الوضع تحت السيطرة، ما زلنا نطمح أن يكون مجتمعنا أكثر دراية بما يجري حوله، ففرحة العيد لن تتلاشى في ظل اهتمامنا بكل إجراءات الوقاية والحماية. إلى الأخبار المنوعة لهذا الصباح، حيث نشرت صحيفة الأيام أن هيئة البحرين للثقافة والآثار أعلنت عن تنظيم مؤتمر صحفي عن بعد اليوم للإعلان عن برنامج مهرجان صيف البحرين في نسخته 12. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل أبو الفتح قال إن محطتي الأرصاد الجوية في البديع وهورة عالي بدأتا في إعطاء المؤشرات لخدمة القطاع الزراعي في مملكة البحرين. كتب الدكتور أمجد أبو لوم مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان أهمية البيئة التعليمية في التعليم، فإلى المقال. من الراسخ تربويا أن تعلم الطلبة يرتبط ارتباطا وثيقا بخصائص البيئات التعليمية التي يتم فيها تعلمهم، وأن نجاح أي تعليم يتوقف على البيئة التعليمية التي يحدث فيها. تتفق معظم الدراسات التربوية على أن أهم أهداف البيئة التعليمية تجويد عمليات التعليم وتحسين مخرجاتها وبناء شخصية متكاملة للطالب تشمل الجوانب العقلية والسلوكية والوجدانية، وإعداد الطالب لمواجهة التحديات والمتغيرات المختلفة. من أهم خصائص أو ميزات البيئة التعليمية وجود رسالة واضحة لها تركز على ما تسعى إلى إنجازه وتحقيقه وما تهتم به وتقدره، والتي تنعكس على تحديد أدوار وتوقعات واضحة لكل العاملين فيها. إن البيئة التعليمية أصبحت مطلباً مهماً وضرورياً لتحقيق أهداف التعليم وتوفير أجواء تعليمية جاذبة ومشوقة ومحفزة للطالب، تحقق رغباته وتوفر احتياجاته المادية والمعنوية، وتسهم في تفجير طاقاته الإبداعية الخلاقة. لفتت صحيفة الأيام أن غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين رحبت بإعلان وزارة خارجية مملكة البحرين وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة عن التوصل إلى اتفاق بين حكومتي البلدين بتمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البلدين الصديقين من 5 إلى 10 سنوات. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أنه خلال ندوة جاءت بتنظيم من سفارة مملكة البحرين في المملكة المتحدة بعنوان
مملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات البديلة. أعرب وزير الدفاع بحكومة الظل البريطانية ورئيس مجموعة التعاون الدولي بالبرلمان البريطاني خالد محمود عن تقديره للتجربة البحرينية في تطبيق هذا القانون، ودعا بنشرها إقليميا ودوليا للاستفادة منها. خطت الدكتورة أمينة أبو علاي مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان إنسانية التعليم، فإلى المقال. في بادرة نبيلة ذات أبعاد إنسانية شريفة وسامية، وعلى الرغم من غياب التدابير والإجراءات المتعلقة بالتعليم عن بعد للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في معظم دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا، لأن وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين لم تتوانى يوما عن استمرارية تعليمهم وضمان حقوقهم. فانطلاقا من مبدأ تكافؤ فرص التعليم، بذلت الوزارة الجهود الكافية لضمان تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتوازي مع باقي الطلبة، وإتاحة الفرصة لهم لتلقي تعليمهم خلال فترة إغلاق المدارس وفق مستحدثات التقنية. واليوم وبفضل كل تلك الجهود، نرى أن ثمرة تعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المدارس بصورة سلسة ومقبولة قد أينعت، فتعليمهم أكسبهم الثقة بأنفسهم وبمجتمعهم وساعدهم على تذليل الصعاب التي كانت تواجههم. بيّنت صحيفة البلاد أن البرلمان العربي للطفل ثمن الدور المثمر لأعضاء البرلمان العربي للطفل في مملكة البحرين، والنجاح في تمثيل ونقل أصوات الطفل البحريني أمام أطفال العرب. نطالع من صحيفة البلاد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستقوم في يوم الخميس القادم باستبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيا وصانعا جريا على عادتها في مثل هذا اليوم كل عام. وبهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.